انطلقت بالدار البيضاء فعاليات المعرض المتوسطي للتكنولوجيا المعلوماتية. المعرض يعرف مشاركة أزيد من 174 مقاولة وطنية وأجنبية رائدة في مجال النظم المعلوماتية. إبراهيم أفاق والحسين الوافقي. معرض المتوسط لتكنولوجيا المعلوميات فضاء يعكس مدى التطور والقفز النوعي الذي عرفها مجال الانترنت كما وكيفا، مناسبة لإبراز القيمة المضافة لهذا القطاع في مجال الخدمات والصناعة وعلى مستوى العنصر البشري. معرض تزامن وبداية مخطط المغرب الرقمي 2013. الهدف منا هو استعمال هالتكنولوجيات المعلوماتية من طرف الجميع بأكثر كثافة. المواطنين اللي استعملوا اكثر هاد التكنولوجيات عاد يمكن لهم باش يحسنوا العمل ديالهم. الادارات ايضا الاداره المغربيه يمكن لها تحسن العمل الخدمات اللي تتقدمها للمواطنين. المقاولات المغربيه اللي استعملوا هاد التكنولوجيات المعلوماتيه عاد يحسنوا التنافسيه ديالهم. جاءوا من مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط لعرض مختلف الحلول المعلوماتية، فرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات في مجال يتسم بالسرعة في الابتكار. التكنولوجيا كتجدد كل 18 شهر ل 36 شهر تكون تكنولوجيا جديدة. فكل الناس اللي هنا في التكنولوجيا هنا في المعرض هذا وعالميا ما هو كيشاركوا مع بعضياتهم، حيت ماشي كل واحد فينا عنده لي سوليسيون في كل شيء. أنا مقتنع بأن هذا الفضاء سيبرز الجديد في مجال التكنولوجيا المعلوماتية وسيلقى نجاحا باهرا. معرض المتوسط هذه السنة يعد تظاهرة دولية، حيث لنا ضيوف شرف من إسبانيا وفرنسا وتونس والجزائر. كوم لإسبانيا، لإيطاليا، لفرنسا، لتونيزيا، لألجيري. مجموعة من البرامج والندوات والأوراق ستعرفها فعاليات هذه التظاهرة الأولى من نوعها والتي ستتواصل إلى غاية 5 نوفمبر. سيؤطر خبراء لدراسة مختلف القضايا المتعلقة بمستقبل تكنولوجيا المعلومات.